أخبار اليوم. عندك البليده الساعة 7:30 القطر جاي من القاهرة لأسيوط. خدت بال حضرتك كان في أكتر من 14 واحد راكبين في ورا. 6 ماتوا هنا على الطريق و4 مصابين. وفي طفل تاني توفى مش عارفين هو من البليده ولا من القدس. طب هم اتنقلوا دلوقتي راحوا فين؟ اتنقلوا في مستشفى العيادات المركزي. طب كان العامل مزلقان كان بيعمل ايه وقتها؟ عامل مزلقان واقف والسكه مفتوحه. سبعه مفتوحه؟ مفتوحه ما كانتش مقفوله. هي عربيه كانت ايه بقى؟ عربيه ربع نقل. عربيه ربع نقل. ومكان برضك للعلم ما كانش فيه جرس اللي هو بيضرب دلوقتي. الجرس ده ما اتصلحش لما جه اللي هو احمد حجازي مدير الامن شرطه النقل والمواصلات بلغت هندسه العياط هي اللي صلحته فورا. محدش بيهتم لما الناس تموت، هو كله بقى يصور وكله يجي لما الناس تموت كله يهتم. يعني الناس مش عارف مكان الدفع مفيش رقابه خالص. بلغت الناس تيجي لما اتصلنا بعضو مجلس النواب بتاع دايره العياط اللي هو محمد صلاح هو اللي اتصل بوزير الصحه بعتنا الاسعافات. يعني قعدنا اكتر من ساعه عشان عربيه اسعاف تيجي تنقل المصابين، قعدوا ساعه هنا على الطريق. ما كانش فيه اي مسؤولين؟ ما كانش فيه اي مسؤول جه الا المامور ونائب المامور. بعد كده توالد بقى رجال الشرطه ورئيس مجلس المدينه جه بعد الحادث بنص ساعه. طب هو مسكوا العامل ولا العامل؟ انا اتحفظت عليه. اتحفظت عليه وسلمته للمركز. عامل مزلقان انا اتحفظت عليه وسلمته للمركز. دي من الناحيه الامنيه. قوات الامن جت امتى؟ قوات الامن اتحضرت في الحال، يعني الشرطه حضرت في وقتها على طول. انما اللي اتاخر علينا بتوع الاسعاف. الاسعاف اتاخرت؟ اتاخرت ساعه، اتصلنا ب 123 واتصلنا بالاسعاف المركزي. فين؟ بعد ما اتصلنا باللي هو محمد صلاح ابو عميله هو اللي اتصل بوزير الصحه مباشره وقال له دلوقتي حادثه وخطر والى اخره. فين بقى اللي زمانهم هم المسؤوليه؟ ده احنا كان عندنا اكتر من 10 تعبانين منهم 4 ماتوا هنا على الطريق. يعني احنا في كان 4 تعبانين وفيهم الروح، لو الاسعاف جت خدتهم كان ربنا نجاهم. وعلى اجر احنا هنقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. دلوقتي يعتبر كده موجود. يعني كده عندنا 7 متوفين. 7 توفين. 7 متوفين. كم مصاب؟ 4 مصابين. راحوا فين؟ راحوا مستشفى راحوا مستشفى العيادات المركزي. يعني لو انت حضرتك ضمير الشعب والصحافه دي ضمير الشعب الثالث. مفيش اي كلام بالنسبه لهم. احنا يا دوبك لسه هندسه العياط لسه جايانا دلوقتي. هندسه العياط لسه جايه دلوقتي لما الدنيا اتقلبت. جت عشان تمشي الاطارات بس. يعني الهندسه بتاعت العياط هي لسه جايه دلوقتي. فين الجرس دي كان بيضرب من يومين؟ كان عطلان. ما هو دي سرينة انذار للبني ادم. كان عطلان بقى له يومين. ما تصلحش على ما حصل الكارثه. الطريق جايه برضه عمده، الطريق هو جايه برضه عاوز يوصل.